أيوة الموضوع ده إحنا ما بنتكلمش فيه. الواحد لو قعد يحكي هيحكي سنين وقصص غريبة جوه. جوه مفيش أصحاب، في مصلحة وبس. اللي بيصاحب حد يبقى عشان في مصلحة. وأنا محبوسة محدش كان بيجيلي. اتعلمنا حاجات عشان نقدر نعيش، عشان اللي ما بيتعلمش هناك بيتبهدل. انا رميت نفسي في النار عشان خاطر جوزي، فجوزي عمل ايه؟ اتجوز. لقيت ابني بيقول لي انت جيتي هنا ليه؟ انت مش عارفه ان الناس هنا عارفه انك كنت محبوسه؟ مش عارفه هو ايه يعني واحده كانت مسجونه، فيها ايه اقل من اي واحده تانية في الدنيا؟ انا بني ادم عادي. لكن لما انت بقى جوه وعيالك يبقوا بره، محدش بيطبطب عليهم. طيب انا فين؟ اللي جوايا فين؟ انا بني ادم عايزه احس اني واحده ست. قالت لي انت عايزه تطبي عليه عشان تعرفي هو متجوز ولا لا. قلت لها لا انا عارفه انه اتجوز. اخواتي بعدوا عني وجيراني حطوا في دماغهم ان الحبس ده فيه حاجه، هما مش فاهمين اني محبوسه عشان ابني. كله بينام نوم جامد عشان محدش يكلم حد ويقول له كل سنه وانت طيب. كلمه كل سنه وانت طيب دي هناك ما بتتقالش، بتجدد احزان كتير. كنا بنقضيها بالحب والتهريج، واللي يغسل واللي يشطف، وبنعديها. أصلها لازم تعدي بالطول والعرض، لازم تعدي. المكان ده علمنا الصبر وقوة الاحتمال، لأننا لقينا نفسنا بطولنا ومحدش بيسندنا هناك غير ربنا. كانوا بيضحكوني على سبيل إن أنا أنسى الموضوع. طب احكي لنا جوه في ايه؟ اقول لهم لا، بحاول انسى، مش عايزه افتكر.